معاكم للأخبار. في حاجة عايز أتكلم عليها النهاردة بمناسبة التلج اللي احنا عايشين فيه ده زي ما انتم شايفين. الجو درجة الحرارة دلوقتي تقريبا ماينس 3 حاجة كده. بس في مشكلة، أنا لابس نص كم، يعني مش نص كم بس أنا مشمر ولابس خفيف ومفيش مشاكل ومش عان، يعني جو لطيف جو حلو. فمش عارف، فعندنا في مصر مثلا درجة الحرارة بتبقى 15 وبنبقى متكلفتين. مش عارف ده سببه ايه مثلا. فكره احنا بنينا سنو مان هناك اهو وماسك نفسه مع ان الشمس طلعت بس لسه ماسك نفسه. فالموضوع ده غريب جدا ان درجة الحرارة هنا اقل، بس مش عارف. بس انا يعني انا كنت بسقع اكتر في مصر عادي 15 وكنت بتلاقي، او ممكن اكون انا خدت على الجو ممكن ماشي. بس يعني بس لا، من اول ما جيت وانا ملاحظ الموضوع ده ان مثلا 15 في مصر is like لا مش لايف ولا حاجه. ده انا ماينس 5 واقف عادي بتيشيرت عادي. انما في مصر ببقى 15 و14 وببقى هجمد خلاص يعني.